انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا توت، هترقصي هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. ايه الجبروت ده يا بنت؟ تتجوزي واحد وانت على ذمه التاني؟ اسكتي يا كوثر اسكتي. اسمعي يا فتوني وكتاب ربنا، لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجاله، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. الورق بتاعك، الورق كان في الشنطه اتسرقت. يا ابني يا ابني بتسمع ما تشغلهاش وبتكتب كمان، احنا عرفنا حكايتها كلها بالكتاب. اربع ساعات بتكتب لكم يا ابني؟ ده حالتها تصعب على الكافر، اهلها كلهم ماتوا في ليبيا. افهم يا راجل، انا معايا كميه عايز اصرفها، تعرف حد يشتري وتبقى مالي ايدك منه؟ لا لا بلاش الخطفه دي، بالراحه واحده واحده. رسيني على الدور. هي ممكن ترجع صلاح في الرأي العظيم؟ ما ترد عليا يا صلاح، انت تقعد تسبح اليوم كله. استغفر الله العظيم واتوب اليك يا رب العالمين. انا مش عارف المصايب بتحدف علينا من كل ناحيه كده ليه؟ ليه بس كده يا رب؟ ليه بس كده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. تعالى معايا يا مصطفى. حضرتك صباح خير. اجازة ايه تاني بس يا مصطفى؟ اسف يا فندم. فانت اليومين اللي سبتني فيهم انا عملت فيهم الحادثه يا ابني. اسف والله يا فندم، ظروف فرح وقت. انا بس سمعت بالحادثه بتاعت حضرتك كده اطمن عليك. بس ده مش حل يا مصطفى، ده مش حل. انت عارف ان انا بكره السواقه جدا وبكره الزحمه وما بحبش اجي شغل وانا متضايق يا مصطفى. هات الشكاية اللي عايزة تتمني وتعالي لي. شوف لي حل يا مصطفى، لازم تشوف لي حد. حاضر يا فندم، تحت أمرك، أحاول. أستأذن حضرتك. اتفضل. بقول لك إيه؟ نعم. خليك معايا ساعتين النهاردة كمان. حاضر تحت أمرك. ماشي. يا بهاء انا كويس. بعد ساعه؟ لا لا هجيلك بعد ساعه. طب قول لي الاول هي عامله ايه. طيب انا هروح بس البيت اخد شاور واجيلك. ها باي باي. صباح الخير يا مستر مرار. صباح الخير. حضرتك
ايه الاخبار يا بيات؟ فوق امتى؟ ما تقلقش يا مراد هتبقى كويسه. طب هي شكلها بتفوق. هي مدروخه شويه بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على السلامه. اللي حصل انا يا ستي اسف، انا خبطتك بالعربيه وبعدين اغمى عليكي فجبناكي المستشفى. بس الحمد لله يعني انت سليمه، في شويه كدمات في دراعك وخلاص يعني. سلامتك. صداع دماغي. معلش عشان في كدمه جامده بس في دماغك. صداع. اسمك ايه؟ دماغي. يا مدام انا بسالك على اسمك، انت سامعاني؟ شكلها لسه ما فاتش. اصبر. هو بيقول لك اسمك ايه؟ معقولة نسيتي اسمك؟ مش عارفة افتكر حاجة، مش فاكرة حاجة خالص، مش فاكرة. دماغي راشد بيه. اهلا يا باشا. طبعا. فتون ايهاب باشا اللي حكيت لك عنه. اهلا يا كابتن. بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. انا كنت عارف ان انت قلقان، دي اول مره تعمل معايا، عشان كده جيت لك من المطار على طول. تسلم تعيش يا باشا. اتفضلي يا هاني. تشكر يا اخوي، ده كريم وش. افتحيها. خد. افتحيها من تحت. هات هات هات. خد يا راشد. احنا في كومباوند، انت هتفضحنا؟ لا ايوه صح صح. انا بقى كل سفريه ليا لازم اجيب هديه من دول لحبايبي. في كده يا باشا تعيش وتجيب لنا، ربنا يخليك لينا يا رب. يلا بس عشان السياح. يلا انت بتعرف تركب من هنا ولا ايه؟ اه طبعا يا باشا طبعا. يلا تمام. قلت لك انا 10 ايام اهو بالظبط وجاب الحاجه. تسلم يا باشا. يلا ربنا يخليك. يلا سلام يا كابتن. يلا. يلا يلا يلا. الله اكبر يا اخوي. ايوه كابتن شقوي شويه. ايه اقفل يا عم، مش عايزين فضايا. والله وهتلعب معانا يا بت. شوف يا طارق بيه، انا بعد ما روحت امبارح كلمني السيد مساعد وزير الداخليه وقال لي ان انزل اقابلك واشوفك عايز ايه. انا تحت امرك يا طارق بيه. انا بقى لي 7 ساعات بلف من مكتب لمكتب، من مديريه لمديريه ومفيش حاجه بتحصل. طارق بيه انا بقى لي 2.5 سنين بنلف على الحكايه دي، من مديريات لاسياد لحواري، وبرضه مفيش حاجة بتحصل. أنا ماليش دعوة بيك. أنا طارق شاهين. بص يا باشا، أنا ممكن أوصل لأي حد في البلد دي تتخيله أو ما تتخيلوش. ممكن أدفع أي مبلغ بس البت دي تتجاب ويتقبض عليها. إيه ده يا طارق بيه، وركز في الكلام اللي أنت بتقوله. أنا مقدر ظروفك كويس، وأنا واقف معاك للآخر. ألو؟ أيوة معالي الباشا. أيوة يا باشا، تحت أمرك. أنا مقدر ظروفك. أيوة طارق بيه معايا. ابنك ان شاء الله غيرك. حاضر معليك. حاضر معليك. صلى الله. ماشي كده. اتفضل معليك. ده مساعد وزير الامن يوصيني عليك يا طارق بيه. انت اكيد اب ومقدر ظروفي، ارجوك ساعدني يا باشا. البت دي لازم تتمسك، ممكن تقابل حد تاني وتضحك عليه برضه. شوف يا محروس، انا وزعت الصور بتاعتها على كل مديريات الامن، بس الواضح ان انتوا وقعتوا مع نصابه محترفه، حتى جوزها عليه قضية قتل. يا نهار اسود. عارف ماشي. يا نهار اسود. حسبنا الله ونعم الوكيل. ممكن تقومي معايا؟ بالراحة؟ على مهلك. على مهلك. هي تقدري تقولي لنا انت اسمك ايه دلوقتي؟ دماغي هتفرقع. صداع. معلش الدكتور قال يعني حاله مؤقته وشويه شويه هتفتكري كل حاجه. الدكتور قال كمان ان انت عندك طفل صغير، حاولي كده تركزي تفتكري اسمه ايه
ايوه اي حاجه هتفتكريها يعني هتسهل الموضوع، يعني مثلا عندك ولد ولا بنت؟ هو انا ام؟ انتوا عملتوا فيها ايه؟ حرام عليكم، انا عايزه امشي من لا لا ما ينفعش تتحركي. اوعي. لا 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 اوعي. لا 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 لو سمحتي اوعى مشوني من هنا. بليز بليز خليكي خليكي ما تتحققش. الحركة خطر عليك دلوقتي. صداع مشوني. دماغي. تعدي السنة دي وشوية الكوكايين دول ايه؟ هيبقوا كيلو واتنين. اهدى على نفسك، انا كل اللي بتقوله ده ما يخصنيش، انا عايز اعزل، وكل ما اقولك تقولي اصبري اصبري انا زهقت. يا ولية زهقتي من ايه؟ لسه بقولك عايزين نلم ايدينا وبتاع. طب انت عارفة ناقص تكة ونعوم في الملايين. ملايين ايه؟ انا عايزة شقة، شقة وهدوم وروشانة. يا ولية هتفرتكيهم، ده القرش بيجيب قرش. لا يا اخويا، القرش بيجيب الهنا البحباحة. طب انت عايزة ايه دلوقتي؟ عايزة شقة مش زي دي، شقة واسعة وعفش حلو، وغير الدهب الصيني ده البس دهب. انا بقى عايز شوية حاجات، انما ايه؟ انت ما تعوزش حاجة خالص. جرايه ولية بتكلميني كده ليه؟ انا شغال عندك. اسمع كلامي يا راجل، احنا مش عايزين نبقى زي الفيران اللي عايشين في جحر، عايزين نقب على وش الدنيا، نعيش مع الناس الكويسين، فاهم؟ ولما تقفش تقفش؟ ما انت عمال خارج داخل خارج داخل، اتقفشت امتى؟ اللي بتعمله هنا اعمله هناك. ماشي، نبيع الحاجة وناخد فلوسها وبعد كده نبقى نتكلم. انا اعدالك بقى لحد ما اشوف هتعمل ايه. هات الفلوس دي. خد. لا إله إلا الله، الله يرحمك، الله يرحمك يا ام صباح. كانت ست طيبة وعلى نياتها، بس بقى عملت فينا فصل الله يسامحها. هي اللي عرفتنا عليها وجابتها لنا لحد هنا. الله يرحمها ويحسن إليها يا رب. بس عارف يا صلاح، لما شفت طارق بتاع المنيا ده وهو هيتجنن على ابنه اللي ضاع منه، افتكرت حالتي لما سرقتني وهربت. بس هو وضع اكتر مني يا صلاح، عشان هي خلفت منه وخدت الواد. الحمد لله يا اخويا انك انت ما جبتش منها عيال. غارت غارت. ايوه الحمد لله، بس الناس اللي هي ضحكت عليهم في المنيا دول تقال قوي. طارق ده مليونير، واحنا قاعدين معاه في مدير امن اتصل ووصى عليه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انها فجره وقدرت تلف الراجل ده هو كمان. لا لا مش ده قصد الكلام. هي هربت منه ليه؟ لما عبد العزيز كشفها في المنيا، زي ما هربت من هنا لما كوثر كشفتها. يعني ايه؟ مش عرفني يعني ايه؟ اديني بتكلم معاك وخلاص يا صلاح. بس يعني لو هي غاوية سرقة هتقعد مع الراجل سنتين؟ هو في حد ممكن يعمل كده غصب عنه صلاح؟ ربك هو اللي اعلم بالقلوب. ربنا يسامحنا جميعا. اشرب يا احمد. تسلم. اشرب. لا حول ولا قوه الا بالله.
ايه حوار ان open relationship ده؟ انا يعني؟ يمكن انا بتكلم بجد وانا ما بهزرش. ايوه يعني ايه؟ يعني ساعات الكلام ده بيبقى عليكي وساعات وساعات على غيري. بالظبط كده. ايه رايك في اللوحه دي؟ حلوه. ده انت شايفني حلوه قوي كده؟ كل الستات اللي تعرفهم بترسمهم؟ اللي بتعجبني. تعرف ستات غيري يا مختار؟ انزلي. انتوا ليه كل واحدة فيكوا تخش عليا دخلة أنا لازم أأممك؟ ليه أأممك دي؟ يعني تحطيني في الحصالة بتاعتك. طب أنا هحطك في الحصالة بتاعتي. طول ما أنت معايا أنت بتاعي. ماشي. ازيك بقى يا جميل النهاردة عامل إيه؟ لا الجرح بتاعك بسيط وما فيهوش أي حاجة. إيه الدلع اللي أنت فيه؟ وإيه الخاتم ده بقى؟ حاولت اقلعهولك كتير وانت كنت رافضه تقلعيه. شكله غريب الخاتم صح؟ ده يلا عشان ناكل بقى. عشان خاطري. ليه بس كده ما تسمعي الكلام؟ اشتري ريحة الاكل هاكل بعدين. طب هجيب كريم وارجع تاني اقلب. وانده لي الدكتور بقى. حاضر. اديني جيت لك اهو يا سيدي بنفسي. ازيك يا بهاء؟ سلام. مش عايزه تاكل؟ لا مش هينفع كده. انت خلاص هتخرجي من عندنا. لازم تاكلي كويس عشان تشدي حيلك. هو انت قررت تخرجي يا بهاء؟ هي مش محتاجه تقعد اكتر من كده. الجروح اللي عندها سطحيه وما ينفعش تقعد في المستشفى اكتر من كده. هكتب لها على شويه فيتامينز وخلاص. دي لسه مش فاكره اي حاجه خالص. اوكي ده اثر الوقعه على دماغها. ولو في اي حاجه هنتابع مع بعض. هو انا لو خرجت من هنا هروح فين؟ ازيك يا عم رضوان؟ ازيك يا مختار؟ اخبار هيثم ايه؟ الحمد لله بسلم عليك. سلم لي عليك. الله يسلمك. الله يسلمك. مش عايز حاجة؟ الله يسلمك. سلام. طيب يا مختار يا حبيبي وحشتني. كمان وحشتيني. عامل ايه؟ وحشتني يا حبيبي. عامل ايه؟ الحمد لله. يلا بقى عشان تاكل. وانا كل ما اكلمك في التليفون اقول لك انا جاي تقعدي تملي السفره كده اكل. والله ببقى حامله همك في غيابك عني واقول يا ترى كل امتى ولا ازاي. البلد كلها محلات اكل يا هو اكل الشارع ده برضو اكل. يا سالم تعال اخوك وصل. هو هنا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله. مش عيب ما تسالش على اخوك الكبير. ازاي بقى؟ بسال عنك طبعا وعارف انك كويس بفضل الله. بالاماره انك كنت مشغول مع مرات بيه لان خبط واحده بالعربيه. صحيح هي عامله ايه؟ طب يلا نكمل بقى على الصف. مش عارف دراعها اتكسر بس هي كويسه دلوقتي. طب الحمد لله. مراد اللي كان ميت كده عادي. طبعا مسؤوليه. نويني معلقه. طيب الله انت بتحط سكر في الاكل ولا ايه؟ ما هو انت لو بتقول انك جاي قبلها اعرف اظبطك. تيجي تتغدى بكره؟ مش اكيد. صحيح امسكي دول. فلوس ايه ده يا مختار؟ 5000 جنيه. بتوع ايه دول يا ابني؟ فلوسك يا امي. ايوه بس انا قلت لامك ما تاخدش منك فلوس. نعم
تصرف عليها ليه لما انت عايش بربيت لوحدك؟ انا الحمد لله اقدر اصرف على البيت بنفسي. سالم، اوعى تكون فاكر انك كبرت عليا وهتمنعني ان انا ادي فلوس لامي. لا لا لا، هو ما يقصدش كده خالص، هو بس فرحان عشان مرتبه زاد وان هو يعني مش مخليني محتاجه حاجه. بس انا هفضل الكبير وبكسب قده 100 مره. ايوه بس انا فلوسي حلال يا مختار. اخلص قطع لسانك. اتجننت يالا؟ وانا بتاجر في المخدرات ولا بسرح نسوان؟ بتشرب خمره وبتعرف ستات وبترسم لوحات وكل ده حرام. سالم، انت مالكش دعوه باي حاجه انا بعملها، انت فاهم؟ مش انت اللي هتحاسبني. واوعى تتدخل ما بيني وما بين امي، انت فاهم؟ كفايه ان انا سايبها عايشه معاك. كمل اكلك يا ابني، كمل اكلك. انا شبعت. يومين يا مراد، يومين اكلمك ما تردش عليا. انت ناسي ان انا اختك الصغيره؟ يفيد جرى لي حاجه ولا محتاجه حاجه ولا عندي ازمه اعمل انا ايه؟ لا بجد زعلانه منك. ازاي حضرتك؟ ازيك يا فردوس؟ اتفضلي العصير. ميرسي. عامله ايه؟ الحمد لله كويس. ماما اخبارها ايه؟ كلهم بيسلموا عليكي. الله يسلمك. مش محتاجين حاجه؟ شكرا، تسلمي. قهوتك يا مراد بيه. خليها هنا. اتفضل. كنت بقول ايه؟ انا زعلانه منك. ما خلاص بقى يا ليلى، ما تزعليش، ما انا قلت لك حقك عليا. انا بجد كنت مشغول. عذر اقبح من ذنب. مشغول عن اختك بايه يا مراد؟ عملت حادثه، خبطت واحده بالعربيه. او ماي جاد. وماتت؟ ماتت ايه، حرام عليكي، يعني مجرد كدمات بسيطه وخلاص. خلاص بسيطه، نو بروبلم. يعني المهم انا عايزه 5000 يورو عشان مسافر لسانت روم، هقعد 3 شهور هناك. اي نيد ماني ارجنتلي. حاضر، بكره هحولهم لك في حسابك. ايه مراد؟ شكلك زعلان عشان طلبت منك فلوس. ليه بتقولي كده يا لالا؟ ما انا قلت لك حاضر. انا بس دماغي مشغول بموضوع الست اللي انا خبطتها دي. عادي يعني. ما تدي لها تعويض، تدي لها قرشين، اي حاجه يعني. ايه المشكله؟ المهم سامح ابنك جاي؟ لا، لغى اجازته. احسن حاجه عملها في الدنيا، حد يسيب كندا ويجي مصر. يجي يا ليلى. يجي عشان يشوف ابوه وانا اشوف حفيدي. ولا تاني في المانيا بقول له تعالى، بيقول اصل انا مشغول، مشغول، تعالى انت. ليه يعني؟ أنا مقطوع من شجرة مثلاً؟ مكتوب عليا أعيش لوحدي كده ماليش أي حد؟ ليه مراد بتقول كده؟ هو أنا بسيبك خالص؟ أمال أنا قاعدة معاك بعمل إيه؟ يلا I have to go now. طيب يا حبيبتي. أنا مسافرة بكرة طيارتي، هقعد 3 شهور. See you. أنت مش عايزة أي حاجة؟ لا، تيجي بالسلامة إن شاء الله. ما تنساش تحولي الفلوس بليز يا مراد. حاضر. أوكي. حاضر. يلا حبيبي. ثانك يو. باي باي. باي باي. مالك؟ أنا تمام. مش تمام؟ أنا تمام. مش باين يعني. زهقت من المكان ده. تعالي نخلص الدرينكس دي ونطلع على عندي في البيت. اوكي؟ ازيك يا مختار؟ وحشتني. ازيك يا فدوى؟ عامل ايه؟ تمام تمام. ايه مفيش مرة تغلط وتكلمني؟ سوري، الفترة اللي فاتت يعني ملبوخ شوية. لا مش مصدقك، ما تيجي ترقص معايا. انت ايه الاوبر اللي انت فيه ده؟ هو المفروض اجي ارقص معاكي ويسيبني يعني ولا ايه؟ فيها ايه يعني؟ لا ده انت رخمة بقى. على فكرة هو اللي يقول لي اذا كان يرقص معايا ولا لا. اختار انت، مش كنا عايزين نروح؟ اه يلا باي باي. ذوقك في قلبي.
الحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا فردوس، اسنديها لو سمحت. ألف سلام عليها. فردوس، داليا دي هتبقى ضيفتنا وهتمشي من هنا لما تخف. دي في عينيا يا فردوس. خلي بالك منها واعملي لها كل اللي هي عايزاه. ها؟ في عينيا ما تقلقش. داري؟ أنا مهلك. لحظة كده بعد إذنكم. أهي ساعة. كمان ساعة. لا في الطريق، في الطريق. أخليهم يستنوني يا ساعة. ماشي يلا سلام. ما تسيبنيش. بصي أنا مضطر أروح المكتب على الأقل ساعة، بس أوعدك مش هتأخر. يلا نورتي، اتفضلي. مع السلامة. خلي بالك منها يا فردوس. ما تقلقش عليها. أنتِ نورتينا. شكرا. على مهلك. مالك في إيه؟ إيدي إيدي بتوجعني. سلام عليكي، استنوني بس. يا البيت ده. إيه ده؟ ما شاء الله البيت حلو جدا. الفيلا عجبتك؟ قوي. وانت اسمك فردوس؟ ايوه انا اسمي فردوس، وممكن تقوليه كمان يا دوسه. دوسه؟ بقالك كتير بتشتغلي هنا؟ يعني مش كتير قوي، 7 سنين. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا هنا جدا. مبسوطه؟ اه البيت حلو جدا، ومستر مراد ده راجل جنتي جدا، وكمان مامتي كانت شغاله هنا قبل. ما تقلقيش انت هتنبسطي معانا جدا. تيجي اوريكي اوضتك؟ حلوه برضو كده؟ حلوه دي هتجنن. طب خليكي معايا عشان ممكن ازهق، ما بحبش ازهق. ما تقلقيش احنا على بعضنا مع بعض ونتكلم وناكل. دي هتنبسطي جدا. البيت حلو جدا يعني. انتي كمان بصي كله دي الاوضه بتاعتك. بما ان الموافقات والتراخيص جت بدري شهر، عايزين بقى نستغل الفرصه دي وننجز، بس ننجز بحق حقيقي. الكلام ده معناه ان مشروع الكومباوند الاولويه عند كل واحد فينا. مختار، انا عايزك تخلص ملف التسويق عندك اسبوع. حاضر. مش اكتر من كده. حاضر. شركات النظافه والامن والصيانه يا استاذ عبد الحميد عايزين اعودها تجهز اسرع من كده عشان نخلص يعني. امرك. امنتي بقى يا مروه. ايوه فندم. ده بالنسبه لك هيبقى اول مشروع كبير هتعمليه للشركه، فارجوكي عايز حاجات لطيفه مش تقليديه يعني. ورا الصندوق زي ما بيقولوا. ها؟ هحاول يا فندم. طيب احنا كده اجتماعنا خلص، الاسبوع اللي جاي في ميعاده ما لم يحدث اي جديد. ماشي؟ شكرا، اتفضلوا. ما تمشيش يا مختار، انا عايزك. ها؟ حاضر. استاذ مختار الشغل كله عطلان بسببك. بسببي انا؟ ليه كده بس؟ مش احنا المفروض قلنا نقعد مع بعض علشان نختار تصميمات البروشورز؟ يا ستي انا موافق على اي حاجه تختاريها. لا يعني برضو لازم نشارك بعض في الرأي وكده. في الرأي بس؟ مختار. ها؟ أنا عايزك. حاضر. بعدين. أه طب. إيه اللي أنت لابسه ده يا مختار؟ إيه ماله؟ أنت عارف ده بكام؟ ما علينا. أنا عايزك تيجي معايا حفلة الوزير. حاضر. بس مش تيجي لابس كده. هيبقى فيه ناس مهمين وبتاع، أنا عايز تيجي لابس بدلة محترمة. ينفع أجي لابس صندل؟ مش طريق يا مختار. اخبار الضحيه بتاعتك ايه؟ لا خرجت النهارده من المستشفى وعندي موجوده في البيت يعني. لسه مش فاكره اي حاجه؟ بس هتفتكر ان شاء الله. يا ريت يا مختار يا ريت. بعد اذنك يا مستر مراد هسلم لسعد مفاتيح المكتب النهارده. خلاص مصممه لازم تمشي فعلا؟ يا سيدي هتتجوز. الف مبروك يا امام. ميرسي يا مستر مختار، عقبالك. لا مختار مش هيعمل كده ابدا. يمين بعدي على حسابات، انا عملت لك مكالمه. الف شكرا مستر مراد، مع السلامه. اتفضلي. انت مش هتقوم تغير بقى ولا ايه؟ مش هتتجوز بقى مراد؟ سيبك مني انا. قوم ونلحق الميعاد بالمظبوط. ها؟